وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف على الهواء مباشرة المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع. دكتور زارع، بداية نرحب بك. هذا التعرض المباشر والمساس بالمقدسات الدينية، ما الحكم الشرعي فيه وكيف ينظر له ديننا الإسلامي الحنيف؟ أولا، هذه الدعاوى ليست وليدة اليوم، وإنما هي بدأت منذ ثورة الخميني في أواخر سبعينات القرن العشرين. القصد منها هو التوظيف السياسي لهذه القضية، وهذا أمر خطير وغير مقبول على الإطلاق. أن يتم توظيف شعائر المسلمين ومقدساتهم توظيفا سياسيا، كما نراه من الحكومة السعودية في خدمة الحديد والقيام خير قيام في خدمة الحرمين الشريفين، ليبعث الفخر في نفس كل مسلم. وكل التقدير والاحترام لحكومة المملكة العربية السعودية، لأن من يذهب إلى أداء فريضة الحج أو العمرة يدرك هذا بوضوح. فالتوظيف السياسي لهذه القضية، قضية الإسلام، قضية شعائر المسلمين، إنما هو خطأ وخطر كبير على الأمة الإسلامية. فلا بد أن نقف وقفة قوية، كل المسلمين لابد أن يقف وقفة قوية ضد هذه الدعاوة المغرضة التي ليس مقصود منها إلا إثارة الفتنة وتفريق وحدة المسلمين. نعم. طيب دكتور، الأحقية التاريخية للمملكة العربية السعودية في إدارة شؤون الحج والعمرة أيضا تمسها سياسات طائشة ويرعاها نظام الدوحة، كما هو واضح في أكثر من موقف. كيف تنظرون لمثل تلك السياسات، ويعني ما هو تعليقكم عليها؟ أولا، هذه السياسات طبعا أمر مرفوض تماما، أن يعني من يصب في خانة تمزيق وحدة المسلمين فهذا أمر خطير، لابد أن يرجع لصوابه. هذا أمر مرفوض تماما من كل مسلم على وجه الأرض، إنما وحدة المسلمين ووقوفهم صفا واحدا والحفاظ على مقدساتهم وعلى شعائرهم إنما هو من أسس الإسلام الأساسية. فهذه الدعاوى وهذه التوظيف السياسي الخطير جدا وإدخال شعائر المسلمين في هذه الخلافات السياسية أمر نستنكره استنكارا كبيرا، ولابد أن نبتعد عنه تماما ونقف ضده أيضا. نعم. إذن من القاهرة المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، شكرا جزيلا لك.